يعني في نقطة أتفضل فيها استشهار جبور أنه القوات اللبنانية لم تغير خطابها السياسي على مر الأيام؟ لا، أنا أقول بمرحلة الحرب الأهلية إلى ما هنالك الخطاب القوات اللبنانية كان ضد الدول العربية، وبطبيعة الحال لم يكن هناك خطاب مع العروبة. شكراً. إذا كانت العروبة تمر في سوريا، لا، نحن أكيد ضد هذه العروبة من أجل أن يحكم آل الأسد لبنان. القوات اللبنانية كانت دائماً مع شرعيتين العربية والدولية، بدليل أن الشيخ بشير جميل أول زيارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي نحن مع كل الدول التي لا تتدخل في الشؤون اللبنانية. ولكن أنا سمعت تسجيل للرئيس بشير جميل التي تفضل ينتقد فيها المملكة العربية، وينتقد الفاتيكان، وينتقد كل من حاول أن يتدخل بشأن اللبنان. أنا أقول لك بشكل عام الموضوع الدول العربية، واليوم أفضل علاقات مع الدول الخليجية هي علاقة قوات لبنان. علاقة القوات اللبنانية بالدول العربية ما كانت مثل العلاقة اليوم، هذا أنا عم بقوله، وبالتالي صار في هناك تقدم نوعي في هذا الموضوع. أنا قبل بس ما أسأل سؤال للأستاذ سليمان فرنجية اللي هو من حزب المردة، اللي هو حزب عريق جدا ويطمح إلى رئاسة الجمهورية اليوم، ما هو موقفكم في حال تدخل السيد حسن نصر الله لرد الصدع بينكم وبين الوزير جبران باسيل؟ وما هو موقفكم في حال تدخل السيد حسن نصر الله ورشح الوزير باسيل لرئاسة الجمهورية؟ السؤال الثالث والأهم، كيف تستطيعون تطبيق مبدأ الحياد الذي تنادون به الحياد المسيحيين عن الصراعات المنطقة، وبالأخص أنكم حليف أساسي لحزب الله؟ بالنسبة للشيء اللي صار مع الوزير جبران باسيل، هو كان في قطيعة إذا صح التعبير، وبطبيعة الحال السيد حسن نصر الله وحزب الله هو حليف للفريقين وهم بنفس الخط السياسي، وأكيد صار في عملية جمع من قبل السيد حسن نصر الله، وهيدي حدودة للخبرية. نعم، موضوع رئاسة الجمهورية، نحن بنعتبر أنه سليمان فرنجي يمكن مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية مثل شأنه شأن الدكتور جعجع، شأنه كل الوزير باسيل أو كل الناس، ولكن نحن مقتنعين أنه نحن الظرف يأتي برئيس الجمهورية وليس الشخص هو الذي يفرض الظرف. نحن مقتنعين تماما بهذا الموضوع. إذا كان هناك ظرف سياسي يوصل سليمان فرنجي بيكون هذا هو الظرف السياسي. ثلاثة، اللي بدي أقول لك نحن بنعتبر من بعد وصول العماد مشان عون رئيس الجمهورية والأخطاء الجسيمة اللي صارت، أنه المقاربة الرئيس القوي كانت مقاربة تشويه لفكرة الرئيس القوي، مع أنه مع بقائنا بفكرة الرئيس القوي، ولكن الفكرة الأساسية هو أنه نحن كيف بدنا نحمي الصيغة اللبنانية، لأنه الصيغة اللبنانية هي صيغة فريدة، صيغة ناجحة. إذا بنطلع بكل كل الدول اللي محيط لبنان ما عندها هيدي الصيغة اللي موجودة بلبنان، نحن علينا حماية الصيغة. يعني بمكان ما الوجود المسيحي بلبنان مهم، بس ولكن في مقاربة تختلف عن مقاربة التيار بالتعاطي مع الملف المسيحي.